تراز، مشكور جورج، قبل انه يكون او يحاول يكون همزة الوصل لأم تقدر تتواصل ولو لمرة بطريقة طبيعية مع بنتها. من هون ورايح هو بهالطريقة عم بيقول لك أنا ما منعت، هو عم بيقول أنا مستعد سهل الطريق وكون أنا جسر التواصل، إنه الأم توصل أي رسالة لبنتها بعد 17 سنة. بالآخر القرار بعود للبنت وللعلاقة لربما يمكن أو ما تقدري تبنيها مع بنتك. أساس النقاشات اللي طرحناها إنه اليوم كأنك عم بتقول للبنت أنا أمك ومش أمها اللي ربتها، وكان نقاشي معك إنه في أم ربت، في أم سهرت، في عائلة بقيت. يمكن كتير صعب على بنت تقبل أم بعد سنوات إلا أنا هون، ولكن أكيد الأكيد، وهون جورج مقتنع بهالنقطة إنه أكيد، واسمح لي عم بحكي عن لسانك جورج، إنه يمكن حق الأم يسهل الطريق. بنته صارت اليوم على أبواب إنها تكون فتاة راشدة، بتعرف تاخد قراراتها كتير منيح، ولكن كرمال يكون فعلاً عم بيكون ضميره مرتاح، يمكن فعلاً رح يكون هو الجسر إنه يوصلك لعن بنتك، تقدري انت تحكي لها اللي انت بدك تحكي لها اياه. بس بالاخر اكيد القرار لبنت على ابواب ان تكون امراه راشده وفتاه راشده. بترك الكلمه لجورج. اذا جورج انت بدك تقول الكلمه الاخيره للام يلي اوقات الظروف بتكون صعبه، بتكون صعبه كثير، اوقات المراه قد تدفع اثمان منا قادره تدفعهم او تتحمل ظروف منا قادره تحملهم، ولكن أنا اليوم ما بدي أحكي بالماضي. يمكن اليوم هيدا الجلسة هي عبرة لكل بيت اليوم عم بيعاني من مشاكل بين رجل وامرأة، بين زوج وزوجة. الأهم أنه نحمي الأطفال، الأهم أنه نعمل جلسة وما تتأخر 17 سنة لنوضح الأمور كلها، وما نعمل مكيات ببعض ونصفي حسابات بعض من خلال الأطفال. بشكرك تريز، بشكر جورج. يمكن لولا الألم الكبير ولولا شجاعتك الكبيرة جورج ما قدرنا سوا تراز أنت وأنا نوصل هالرسالة لكتير مهمة لكل شخص عم بتابعنا بهالأثناء. بس في شغلة تفضل. هي بتعرفها تراز أنه البنت الوالي عليها هو بيي، وانا برجع بتحكيتك قلت لك لو هي لقت التليفون وحكيتني انا ما رح سكر بوجه بعتيد. مشان هيك اليوم صحيح الملف القضائي كله اليوم مش بايد الاب، الاب منه الوصي، هو بيو تكفل انه هو يكون وصي على البنت، هو يكون وصي على البنت، هو المدعي العام اللي عطى انه يكون هو يكون. انا هي ما معي خبر بغض النظر، هيدي المشكله لما اثنين اهل بمشكل اساسي ما بيقعدوا مع بعض وبيتفقوا على مستقبل اطفالهم هيك بتصير القصة. ولكن وعد جورج بحكم علاقته مع بيو مع أمه، وحكيت بحكم علاقته مع بنته، أنه يلعب هيدا الدور، أنه رح تحاول الأم أو يعبد الطريق أنه الأم تشوف بنتها لأول مرة بعد 16 سنة.